احتفلت الكنيسه امبارح بعيد الصليب. جميل ان كل واحد فينا يفكر في الصليب وتبقى عينيه ناحيه الصليب، صليب الالم وصليب الفرح وصليب الاتعاب، ازاي كل واحد فينا يكون ليه صليب في حياته يحتمله بشكر ويحتمله برضا ويحتمله بطيب خاطر، ازاي اقدر احتمل الصليب في حياتي، ازاي اقدر اشيل الصليب في حياتي، ازاي الصليب في حياتي يكون واضح وعينيا دايما عليه وعينيا دايما مش بعيده خالص عن فكره الالم والفرح، وازاي تكون ممزوجه مع بعض زي ما شفناها في يعني سورة الصليب وفي قصة الصليب. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول فقرة معانا باكرا يا رب تسمع صوت. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني باشمهندس أشرف كامل الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالرحاب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نورنا. أهلاً. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك بصحة وخير وكل المشاهدين. أمين. نشوف مع حضرتك ونقرأ مع حضرتك النهاردة المقولة الجميلة نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم، وهي إحدى أقوال القديس العظيم مكاريوس الكبير. يقول إيه بقى؟ الصوم بدون صلاة واتضاع يشبه نسر مكسور الجناح. الصوم بدون صلاة واتضاع يشبه نسرا مكسور الجناح. جميل ان احنا نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم. باشمهندس أشرف، لو تدينا في الأول فكرة عن حياة القديس مكاريوس. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب. بمناسبة عيد الصليب وبمناسبة الصيام الكبير اللي لسه الحد اللي فات كان حد التجربة. بعديه الصليب، وبكرة هيبقى عيد الأم، والتلاتة فيه صلات جميلة جدا ما بينهم وما بين بعض. إذا كان حد التجربة هو عيسى المسيح بيعلمنا أن في حياتنا على الأرض هيبقى في تجارب كتير، فبعديها لما بنحتفل بعيد الصليب فإحنا بنشوف قد إيه أن الصليب كان رمز للحب، وبيصادف كمان أن بكرة هيبقى عيد الأم، علشان خاطر الأم هي طبعا بتحتمل كتير جدا وليها علاقة قوية جدا جدا بالتجارب وبالاحتمال وتقديم الحب عشان تطلع نشأ جميل يطلع منه زي ما بنشوف اليومين دول احتفال بأمهات مثاليات. فربنا يحافظ على أمهاتنا كلهم ودايما عايشين بدعواتهم. طبعا قديس مكاريوس الكبير هم من أحد الثلاث مقارات القديسين اللي بيذكروا في المجمع المقدس. القديس مكاريوس الكبير هو أكبرهم، يعني هو سمي بالكبير عشان يميز عن الاثنين التانيين. وفي القديس السكندري، وده كان من يعتبر من تلاميذ القديس مكاريوس الكبير ويطلق عليه برضو الصغير. وفي القديس مكاريوس الأسقف، وده كان نفي في مجمع خلق دنيا. فدول الثلاث مقارات. طب احنا هنركز على القديس مكاريوس الكبير. القديس مكاريوس الكبير هو اتولد في اخر القرن الثالث وعاش القرن الرابع لغايه سنه 392 ميلاديه. عاش عمره 97 سنه لغايه لما تنيح بسلام. هو مؤسس الرهبنه في الاسقيط اللي هي تعتبر منطقه وادي النطرون او بريت شهيد. طبعا التقى في حياته بالانبا باخوميوس، والتقى في حياته بالانبا انطونيوس. وطبعا هو ليه قصه جميله. هو ابتدى في بدايته خالص من ابوين صالحين من بلد منوف في المنوفيه. كان بابا اسمه ابراهيم ومامته اسمها ساره. الابوين كانوا تقيين، والاب يقال او ان هو كان كاهن، فالبيت كان بيت مسيحي جميل. واتربى تربيه صالحه، وهو تدرج في النمو الايماني، وكان ليه ارتباط كبير جدا بالسيد المسيح. وبعد ما كبر ابتدى بابا يضغط عليه ان هو يتجوز، ففعلا جوزه رغم ان كان رافض القديس مكاريوس، وطلب ان هو يعني من مراته ان هم يعيشوا حياه البتوليه، وهي وافقته. بس هو برضو ما كانش حابب ان هو يبقى قاعد فتره، يعني يبقى قاعد في البيت حبا في علاقته بربنا. فابتدى يظهر عليه علامات تعب، فطلب ان هو يقعد شويه في الصحراء يعني او في البريه، يجدد جو ويجدد هواء. فبابا وافق له بعد شويه، وفعلا طلع للبريه، وهناك شاف كروبيم صلى كتير، وشاف كروبيم هناك وطلب منه، خده طلعه على قمه جبل ووراله البريه كلها من فوق، شرق وغرب وشمال وجنوب، وقال له انت هتملك المكان ده انت وتلاميذك وهتعيشوا فيه. وطول ما انت بتتصل مع ربنا بقلب نقي
أنا مش هتركك بقية حياتك. وبالفعل يقال أنه ما تركوش بقية فترة حياته. طبعا بقى في حاجات في النص، طبعا هو رجع تاني بعد ما عاش برا في البرية فترة، ورجع لقى مراته كانت عيانة بحمى شديدة جدا، وتنيحت بعدها بفترة صغيرة، وبعدها بشوية صغيرين تنيح باباه وتنيح مامته، وخد الأموال اللي ورثها من باباه وزعها، وابتدى يطلع بقى للبرية، كمل حياة البرية وبقى أحد الآباء المؤسسين والكبار في الرهبنة. بالظبط. وتعرض طبعا لحاجات كتير في النص، منهم أنه اتهم بارتكاب خطية مع فتاة بتول، وما دافعش عن نفسه، استحمل الألم والإهانة لغاية لما تدرج يعني في القامة، لغاية لما بقى القديس مكارس. نتأمل في المقولة الجميلة: الصوم بدون صلاة وتضاع يشبه نسر مكسور. علاقة الصوم بالصلاة أو أهمية الصوم إن هو دايما يبقى مقترن بالصلاة في حياتنا أو في كل أصوامنا يعني. طبعا فكرة الصوم إذا كانت الكنيسة حطت له ترتيب معين في أنواع الأكل ومدد الصيام، يعني حضرتك عارف أن الكنيسة حتى في تدرجها في فترة الصيام الكبير بالذات تبتدي في الأول مثلا تقول الكنيسة هتبتدي من 8 ل 10 أول أسبوع، وبعد كده الأسبوع اللي بعديها هنبتدي نأخرها شوية من 10 ل 12، وبعد تبتدي لغاية لما نوصل ونتدرج أن احنا بنيجي في الجمعة العظيمة، والكنيسة بتخرج الساعة 5 آخر النهار أو 6 أو 7 أو 8. فده نظام الكنيسة حطته عشان تساعد الإنسان في جسده الخارجي أنه هو يعيش حياة الصوم. ولكن في حياة الأمر هو مش هو ده اللي مطلوب. الموضوع مش موضوع هنتعب 55 يوم وإحنا عمالين نعد الأيام، باقي من الزمن 40، باقي من الزمن 36، ناقص 4 أيام. هي قصة مش قصة مدة زمنية إحنا بنقضيها علشان خاطر نصوم. هي طبعا الصوم هو لازم الإنسان هو بيصوم هو حاطط هدف، هدف حب، هدف ارتباط، هدف وصول لسيد المسيح نفسه. ده من ناحية الصوم. برضو نفس الكلام بالنسبة للصلاة، الكنيسة حاطت نظام، قالت عشان خاطر نعمل صلوات، في صلوات الإجبية، حطت السواعي اللي نقدر نصليها السواعي 7، ورتبتها بأوقات معينة عشان وقتنا دايما يبقى مشغول بالصلاة. ولكن برضو مش هو ده الهدف، ان انا امسك إجبية واقرا مزمور 2 او ال 12 مزمور والإنجيل والقطع والتحليل وكرياليز، لا مش هو ده الهدف. وبرضو الهدف ان لو الكنيسة بتساعدني ان تحط لي نظام، زي ما بقعد مع اب اعترافي في اي مشكلة ويبتدي يحط لي خطوات ان انا اتغلب على مشكلتي او خطيتي دي. ولكن المشكله الاساسيه في كل الكلام ده هو الانسان نفسه وقلبه. هو صايم لهدف او بيصلي لهدف، ولا هو قصه انا بقضي فرض او واجب يعني اتحط علي. لو قدرنا الانسان، انا واحد من يعني انا بتكلم عن نفسي طبعا، الطبيعي ان الانسان يبقى عنده من الجهاد والحب لربنا ما يكفي ان يقدم الثمره الجميله اللي هي بتاعه الصوم والصلاه. الانسان اللي بيبقى عارف ان هو صايم علشان خاطر يقدر يضبط جسده، هي فكره الصيام وبالذات الصيام النباتي، هو بيرجعنا كان قداسه البابا تودروس علمنا حاجه جميله جدا، وقال ان احنا لما بنيجي نصوم بنرجع بالصيام النباتي عشان نرجع لحياتنا الأولى، حياة آدم. في الجنة كان آدم عايش حياة نباتية، فهو الكنيسة لما حط ده بترجعنا لفكرة الإنسان الأول اللي بيعيش مع الله. آدم صحيح. كان عايش مع ربنا في حياة مستمرة مع الله، صلاة وارتباط كامل بربنا. فكان فترة دي كان لما ربنا قال له كل، قال له كل من جميع شجر الجنة، فكانت صيام نباتي. تمام. ففكرة الصيام النباتي هو لضبط الشهوات الداخلية، اللي قد بالحاجات العلمية اتقال ان الحاجات اللي الواحد بياكلها من حاجات حيوانية ممكن تثير في الانسان ما من الشهوة او من الغريزة، حاجات دي حاجة. الحاجة التانية نفس الكلام، شهوة الاكل نفسه، الاكل مش عايز بتكلم عن الاكل الفطاري، فكرة عدم الاهتمام بالاكل. يمكن حتى برضو مدام محرك ذكرت البابا توادرس، بابا توادرس برضو كان يقول تقلل الاكل وتقلل الكلام،
تقلل اكل وتقلل دي الخطوه اللي بعد كده تقلل كلام، فتهتم اكتر بالقعده مع ربنا، وتهتم اكتر بالقرايات، وتهتم اكتر بالامور الروحيه. كمان لو حضرتك برضو تقول لنا، يقولوا الاباء دايما ثلاثة صاد، صوم وصلاة وصدقة، وأنبا موسى أسقف الشباب ربنا يديله صحة يقول فيتامين صاد، فأهمية أن الواحد يهتم بهذه الأمور، ما يبقاش صايم مجرد أكل وشرب وخلاص. بالضبط، أنا كنت بس لسه هخش على المرحلة اللي بعديها، لكن فكرة الصيام هو فعلا الثلاثة صاد اللي كلمنا عليهم قداسة البابا، واللي علق عليهم أن يفتح حبر الجليل أنبا موسى، هما طبعا مرتبطين ببعض تماما، الصوم والصلاة والصدقة. الصدقة اللي بحب، مش الصدقة اللي هو ان انا ادي فلوس وخلاص. أي هي فكرة الحب، هي دي بترتبط بالثلاثة صلاة برضو، اللي هي عمل الرحمة. فاذا كان اسمه عمل رحمة، فبالاولى ان هو يكون بيتقدم برحمة. يعني ده حقيقي، الثلاثة صلاة لازم يتقدم معهم كلمة الحب، ضروري جدا. هتصوم وانت بتصوم بالجسد عشان بتقدم حب لربنا، بتصلي هو انت بتتصل بالروح وبالجسد في الصلاة وفي الوقفة عشان ترتبط بربنا وبتقدم حب لربنا، بتتصدق هو انت بتتصدق برضو من اجل عمل محبة لربنا، عشان خاطر طبعا برضو السيد المسيح قال متى فعلتم هذه فقد فعلتم بي. فانا بتعامل مباشرة عن طريق الثلاثة صاد مع السيد المسيح. تمام، الاتضاع وأهميته، ومش بس في فترة الصوم لكن في حياتي كلها، وخاصة في فترة الصوم، إزاي أكتسب فضيلة مهمة من الفضائل اللي هي بتجر وراء فضائل تانية كتير زي فضيلة الاتضاع. هو فكرة الاتضاع عامة كان قداسة البابا شنودة كتب في كتابه جميل التواضع والوداعة، كان بيعرف الاتضاع. قال الإنسان أما يجي يتضع، يعني يتضع أولا لازم الإنسان يعرف نفسه. الإنسان لو قال أنا تراب، فلما يجي يفكر في فكرة التراب هيلاقي لا، ده التراب أقدم مني. أيوه، علشان خاطر أنا اتصنعت من التراب. صحيح، ربنا جاب تراب ونفخ فيه وكوني كإنسان. فلو أنا قلت أنا مين، ده أنا تراب، لا ده أنا كمان التراب أقدم مني. فالإنسان جميل جدا إن دايما يبقى عارف قيمة نفسه، يبعد عن ذاته. ويمكن أكتر حاجة بتعوق الاتضاع هي الذات. الإنسان اللي ذاته بتشتغل معاه في أي حاجة في حياته، هو إنسان للأسف بيبقى محتاج جهات كتير جدا جدا عشان يوصل للفضيلة دي. طبعا في ناس من الاباء كتير جدا كلمونا عن الاتضاع، عشان الانسان يوصل للاتضاع هو محتاج جهاد قوي جدا. القصه مش قصه اتضاع ظاهري، ولو هنرجع تاني لموضوعنا الاولاني ورجعنا لقصه القلب والحب، هو الانسان لما بيقدم اتضاع واجي اقول لحضرتك لا لا ده انا مين، ده انا ما استاهلش حاجه خالص. صحيح. أنا ولا حاجه. طيب هل لو انا ولا حاجه وحصل موقف فعلا هبقى ولا حاجة ولا هوريك أنا مين؟ صحيح. طب ما تعرفش أنا مين ولا إيه؟ إزاي؟ ممكن تبقى بعديها على طول. كان بيحكى في قصص من قصص الآباء إن في أحد الرهبان زاروا أبوه الروحي ودخله، فابتدى يقول له أخبارك إيه؟ قرأ لنا الكتاب المقدس. فقال له أنا يا أبي أقرأ لك الكتاب المقدس، أنا مين جنبك يا أبي؟ لا لا اتفضل، أنا ما ينفعش أقرأ في وجود قدسك. قال له طب تعالى حبيبي اقعد جنبي. قال له انا اقعد جنبي، ده انا اقعد تحت رجليك، ده انا ما استاهلش ان انت حتى فقال له طيب خلاص قانونك بقى ان انت ما تخرجش من قليتك لمده 3 ايام. فيقال ان الراهب ده من جواه ابتدى جواه يبقى انفعالات داخليه رهيبه، يعني انا يعني ايه يحكم عليا ان انا ما اخرجش من القليه بتاعت 3 ايام؟ فحته الذات ابتدت تظهر، فابتدى أبوه الروحي علمه بقى درس هنا ويقوله الاتضاع مش بالظاهر، ولا الاتضاع من جوه. صحيح. الاتضاع هو طاعة. صحيح. كتير جدا يمكن لمجال الخدمة يعلمونا أن الطاعة تخليك مسؤولية الطريق. في سيدنا البابا بينزل قرارات تتناسب مع وضع راهن في أمور معينة، الكنيسة طول ما بتخضع وبتقول حاضر الكنيسة بتعيش في سلام وبتعدي المرحلة، زي فكرة نقل جبل المقطم. أيوه. أما اتفرض صيام 3 أيام
والناس قطعت قدر الجبل يتنقل وتتحقق إذن الاتضاع ده يعني من الأمور المهمة جدا، ومن يعني من الفضائل الأمهات اللي بتجر وراها فضائل تانية كتير. أنا بشكرك باشمهندس أشرف كامل خادم الكنيسة القديسة العذراء مريم برحاب، نورتنا وبشكرك على كل الكلام الجميل، ولأن كان عندي أسئلة كتير بس إن شاء الله تعاون مرة تانية. أشكرك جدا. خالص لحضرتك. شكرا. أشكرك. ولسه معاكم ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور بعد الفاصل.